أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس برج الشعلة الجزء الثالث. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يكتب خاتمة مناسبة للموضوع كتابة سليمة، يحرر موضوعا متكاملا عن برج الشعلة موظفاً أدوات الربط وعلامات الترقيم بشكل صحيح. إذن طالبي العزيز، قمنا في الحصة الماضية بكتابة العرض المكون من فقرتين، حيث سبقت الفقرات بالعناوين الفرعية كما ترى، وأيضاً بدأنا الفقرتين بجمل افتتاحية. ففي الفقرة الأولى ناقشنا المساحة والارتفاع والشكل، حيث ركزنا على الحقائق والأرقام. وفي الفقرة الثانية ناقشنا أبرز المرافق والفعاليات. وتلاحظ بالفقرتين استخدام الفعل المضارع وتوظيف أدوات الربط الملونة باللون الأزرق وعلامات الترقيم الملونة باللون الأحمر. فهيا بنا عزيزي الطالب لنكتب خاتمة الموضوع. إذن فدرس اليوم ضمن مهارة التعبير الكتابي، وهو بعنوان برج الشعلة الجزء الثالث. هيا بنا نحدد الإرشادات الخاصة بالخاتمة. اختم موضوعك بخاتمة تلخص بها ما جاء فيه. وظف علامات الترقيم وأدوات الربط في أماكنها المناسبة. راجع ما كتبت واحرص على خلو موضوعك من الأخطاء الإملائية والنحوية. دعونا الآن أعزائي الطلبة نتذكر الأفكار التي قمنا باستنتاجها خلال الحصص السابقة، حيث عرفنا ببرج الشعلة وأهميته من خلال المقدمة. وفي العرض تناولنا شكل برج الشعلة ومساحته وارتفاعه، وكذلك أيضا إقامة المرافق والفعاليات. وفي حصة اليوم في الخاتمة سنتناول تلخيص أهم أفكار الموضوع. إذا عزيزي الطالب، ما وظيفة الخاتمة؟ أحسنتم، تلخص ما جاء في الموضوع. وسنطرح الآن بعض الأسئلة لتلخيص الموضوع، ومن خلال الإجابة عنها سنكون جملاً لكتابة الخاتمة. ما أهم معلم رياضي يتوسط مدينة أسبير؟ نعم أحسنتم، يتوسط برج الشعلة مدينة أسبير. بماذا يتميز مشروع برج الشعلة؟ نعم أحسنتم، يتميز مشروع برج الشعلة بشكله ومساحته وارتفاعه والفعاليات التي تقام فيه. فهيا بنا نكتب خاتمة الموضوع. ولكن قبل ذلك دعونا نتذكر خاتمة درس كتارا، حيث بدأت بأداة ربط تدل على الخاتمة، وهي كلمة أخيرا التي تدل على الوصول إلى خاتمة الموضوع. ويمكنك أن تلاحظ كذلك في هذه الفقرة التي أمامك أدوات الربط وعلامات الترقيم. فهيا بنا نكتب خاتمة برج الشعلة من خلال محاكاة خاتمة درس كتارا. فهيا بنا. ولكتابة الخاتمة عليك أولا أن تجمع الأفكار الفرعية وتربط بينها بأدوات الربط وتوظف علامات الترقيم بين الجمل. انظر كيف سأستفيد من الإجابات السابقة في كتابة الفقرة. لاحظ، سأبدأ الفقرة بكلمة تدل على الوصول للخاتمة، وهي ختاما. ومن هنا نستنتج أن هذه الفقرة ستكون تلخيصا للموضوع. ثم سأضع الفاصلة وأكتب الجملة الأولى كما ترى: فإن برج الشعلة يتوسط الكثير من المعالم الرياضية الحديثة في مدينة أسبير. ثم أضع الفاصلة الثانية، وذلك لأنني أنهيت جملتان، وأربط بين الجمل وأكمل: كما أنه مشروع متميز،
ثم أربط بين هذه الجملة وما يليها بأداة ربط وهي من حيث، ثم أعدد الأمور التي يتميز بها برج الشعلة وأكمل الجملة كما ترى: من حيث الشكل والمساحة والارتفاع والفعاليات التي تقام فيه. وبعد الانتهاء من الفقرة كاملة نضع النقطة. هكذا نكون لخصنا الموضوع كاملا من خلال الخاتمة. يمكنك الآن تلخيص موضوعك من خلال الخاتمة. إذن هذا هو النص بأكمله بعد كتابة المقدمة والعرض والخاتمة. بدأ النص بعنوان رئيس وهو برج الشعلة، كما تضمن النص أيضا عنوانين فرعيين. لاحظ عزيزي الطالب الفراغ المتروك قبل البدء بالجملة الأولى من الفقرة، كما تبدأ الفقرات بجمل افتتاحية تليها تفصيلات وتوضيحات، كما تم التركيز على الحقائق والأرقام من خلال النص، وأيضا تم توظيف أدوات الربط التي يمكنك أن تراها ملونة باللون الأزرق للربط بين الجمل، وكذلك علامات الترقيم المناسبة والملونة باللون الأحمر. ويمكنك أيضا ملاحظة أن الفعل المستخدم في النص هو الفعل المضارع. وهكذا نكون قد أنهينا مراجعة الموضوع كاملا. والآن هيا بنا نقيم موضوعنا كاملا من خلال صحيفة التقييم. اخترت عنوانا مناسبا لموضوعي. نعم، بدأت بمقدمة تعرف بالموضوع. نعم أيضا، استعرضت خلال الموضوع أهم المعلومات الخاصة بالبرج والفعاليات التي تقام فيه. نعم قمنا بذلك. ختمت موضوعي بخاتمة تلخص أهم ما جاء في الموضوع. نعم، استخدمت أدوات الربط وعلامات الترقيم. بالفعل قمنا بذلك. خلا الموضوع من الأخطاء الإملائية والنحوية. نعم. إذن يمكنك الآن طالبي العزيز أن تقيم موضوعك من خلال صحيفة التقييم. إليك ملخص درسي برج الشعلة. يتكون النص من فقرات: مقدمة، عرض، خاتمة. ولكتابة هذه الفقرات عليك القيام بالخطوات التالية: استنتاج الأفكار الرئيسة، تحديد الأفكار الفرعية، كتابة الفقرة من خلال الأفكار الرئيسة والفرعية، توظيف أدوات الربط وعلامات الترقيم. هكذا أحبتي نكون قد أنهينا الجزء الثالث والأخير من درس برج الشعلة، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية.